في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية أن إدارة الأوقاف السنية بدأت بتنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا الأثر الكبير لهذه المشاريع على دعم العمل الاجتماعي بمختلف المشاريع الخيرية. نحن في إدارة الأوقاف السنية كما جرت العادة نتعامل مع هذه المواسم، مواسم الخيرات، المواسم الدينية، نتعامل معها تعامل إضافي والعمل فيه مضاعف، لأن الأجور والحسنات فيه مضاعفة. إدارة الأوقاف السنية قد اختطت لها منهجا منذ زمن بعيد أنها تتعامل مع هذه المواسم بطواقم بكامل طاقتها وكامل الطواقم العاملة في الإدارة. عندنا عدة ميادين وعندنا عدة خطوط نعمل عليها. على سبيل المثال في جانب العمل الخيري، إدارة الأوقاف السنية لها جهود كبيرة في العمل الخيري على طوال العام، لكنها في رمضان تزيد ويكون فيها أكثر تميز. على سبيل المثال عندنا ما يقارب من 500 أسرة مكفولة من قبل الإدارة كفالة تامة إلى نهاية الشهر. عندنا كسوة العيد وهي تشمل 1000 طفل من أطفال المسلمين ترعاهم إدارة الأوقاف السنية وتوفر لهم قسائم شرائية لكسوة العيد. أيضا هناك تعاون كبير بيننا وبين الجمعيات الخيرية، فهناك عدد من الجمعيات الخيرية وفي كل سنة يزيد هذا العدد، بيننا وبينهم تنسيق في عملية الدعم لمشاريع هذه الجمعيات. هناك مشروع السقيا الذي تراه إدارة الأوقاف السنية، عندنا سنويا في شهر رمضان المبارك عندنا ما يقارب من 1,000,000 قارورة ماء توزع على جميع مساجد وجوامع مملكة البحرين، كذلك على بعض الجمعيات والأماكن التي تحتاج إلى وجود الماء وسقيا الماء فيها. بالإضافة إلى أنه عندنا يوميا وجبة إفطار، عندنا 2,000 وجبة إفطار ما يعادل من 60,000 وجبة إفطار في طوال شهر رمضان المبارك. وفي الحقيقة غيرها كثير من أعمال الخير التي تقدمها إدارة الأوقاف السنية، وأنا في هذا المقام أتوجه بالشكر والثناء والتقدير لله تبارك وتعالى الذي هيأ لنا هذه الفرصة لنقدم هذا الدعم.